بداية حدثنا عن المظاهرات التي شهدتها اليوم عدن، أين كانت وما حجمها وبماذا نادت وهل ما زالت مستمرة؟ المظاهرات اقتصرت على مديريتي المعلى وكريتر أمام مبنى المحافظة في الشارع الرئيسي بالمعلى. أدى العشرات أو المئات من المواطنين المؤيدين لعيدروس الزبيدي المناصرين له أو المعترضين على قرارة الرئيس هادي بعد الصلاة سارت المسيرة على امتداد الشارع الرئيسي رافعين أعلام اليمن الجنوبي ومنددين بالقرار ومعتبرين هذا القرار ضد القضية الجنوبية وضد أهدافها وأن عيدروس هو من يمثل القضية الجنوبية. في كريتر أيضا كانت هناك مظاهرة عقب صلاة الجمعة وإحراق بعض الإطارات، لكن لا نستطيع أن نصف هذه إحراق الإطارات بأعمال الشغب وإنما ردود فعل بحجمها البسيط. نعم آدم، هل هنالك أي ردود فعل من السلطة المحلية أو الحكومة أو حتى من المحافظ السابق؟ إلى الآن المحافظ السابق والقيادات المعروفة في عدن لا يوجد تصريح رسمي، لكن بحسب مصادر خاصة فإن هناك موافقة على تأييد للقرار وتهنئة. هناك مصدر ان تهنئة ان المحافظة السابق هنأ المحافظ الجديد وأيضا مدير أمن عدن. بالمقابل هذه ردود الأفعال بالقوى الأخرى غير مؤكدة، هناك بيانات منتشرة باسم المقاومة الجنوبية في مناطق في عدة مناطق، هذه البيانات غير أكيدة لأن هذه المكونات أيضا ليست لديها قنوات رسمية ولا نستطيع التعامل مع هذه البيانات وهي ذات طابع شخصي نستطيع القول. نعم. لكن بالمجمل لا نستطيع الإنكار أن هذه المكونات كانت تعول على محافظ عدن السابق في إطار الفصائل المنادية بالانفصال، لكن الانقسام أيضا موجود ومعمق داخل المكون هذا ذاته. هناك من يعتبر موقف أن إقالة عيدروس الزبيدي بسبب رفضه لمشروع الأقاليم وأن بقائه في السلطة كان يشكل انفصاما ولا يخدم القضية وأن فشل الملف الخدمات في عدن هو كان خارج إرادة السلطة المحلية وأن هناك مساعي لإفشاله. بالمقابل هناك تفاؤل بالمحافظ الجديد وأن خلفيته الاقتصادية وخبرته الاقتصادية هي ما تحتاجه عدن وأن عيدروس الزبيدي قد نجح في الملف الأمني الذي أتى، والملف الأمني كان جدا شائك ومتدهور. نعم. بينما ملف الإعمار والملفات الاقتصادية تحتاج إلى خبرة اقتصادية وليس إلى رجل عسكري. نعم، شكرا.